طيب خلينا نعرف تفاصيل اكتر معانا دلوقتي استاذ محمود شعبان مدير الاداره العامه للاسره والطفل بوزاره التضامن الاجتماعي. مساء الخير يا فندم. الخير استاذ رانيا، اهلا بيك. خلينا نعرف كده تفاصيل اكتر، ايه اللي بتقدمه الدوله لضمان ان الاطفال تتمتع بكافه حقوقها في مصر؟ والله حضرتك في البدايه بس برحب بحضرتك وبشكر حضرتك على القاء الضوء على هذا الجانب المهم في حياه الطفل والجهود اللي بتبذلها الدوله من اجل تحقيق المصلحه الفضلى للطفل. في الفترة الأخيرة ومن السنوات الأخيرة اهتمت الدولة والقيادة السياسية بالأطفال بصفة عامة، والأطفال المقيمين بدور الرعاية تحديدا بصفة خاصة. وعلشان كده وزارة التضامن الاجتماعي أولت اهتمام كبير جدا بهؤلاء الأبناء المحرومين من الرعاية الأسرية، وذلك من خلال مجموعة من البرامج والخدمات اللي بتحققها لتحقيق المصلحة الفضلى ليهم. في مجموعة من الخدمات، مجموعة خدمات مباشرة وفي مجموعة خدمات غير مباشرة. مجموعة الخدمات المباشرة بتقدمها الوزارة زي مثلا الخدمة التعليمية، الخدمة الصحية، الخدمة الترفيهية، توفير فرص عمل للأبناء، تقديم دعم مادي لهم، توفير شقق سكنية ليهم. بنشتغل على جانب مهم دلوقتي اللي هو الدمج المجتمعي، بحيث إن الولد ما يحسش إن هو منعزل عن المجتمع، لا ده أنا متعايش في وسط المجتمع، بدليل إن إحنا عندنا أولاد دلوقتي واخدين ماجستير واخدين دكتوراه ومندمجين في المجتمع، بدليل ان احنا عندنا كورال اسمه كورال مصر، ده بيحقق اهداف كتيره جدا ومتبنياه الوزاره الحقيقه، ده من ضمن الحاجات الكويسه جدا. معالي الوزيره متبنياه بقى لها اكتر من سنتين ونص وبيحققوا نجاحات كويسه جدا وبيقدموا حفلات جيده جدا، بينقلوا صوره جيده للمجتمع، بيقولوا ان احنا موجودين، ساعدونا، مدوا ايديكم لينا وهتلاقوا نتائج كويسه جدا. دي بالنسبه للخدمات المباشره استاذ رانيا. عندنا بقى خدمات غير مباشره بتتحققها الوزاره لتحقيق الهدف المباشر للطفل. زي ايه مثلا؟ العاملين بمؤسسات الرعايه مثلا محتاجين رفع كفاءه، محتاجين تدريبات عشان يقدروا يتعاملوا مع الاولاد بشكل جيد، محتاجين دعم مادي والوزاره بتدعم هذا بالنسبه للعاملين داخل المؤسسات. الحاجه الثانيه والمهمه جدا عشان اوفر المنتج ده ويطلع لي منتج جيد، لازم يكون البيئة اللي عايش فيها الطفل داخل المؤسسة أو داخل الدار بيئة صالحة وبيئة آمنة. فالوزارة بتعمل إيه؟ بترفع كفاءة البنية التحتية، بتوفر دعم نقدي للمؤسسات المتعثرة. في بعض الدور بتبقى متعثرة ماليا فالوزارة بتدعمها بحيث إنها تقدر تقدم الخدمة للأولاد الموجودين داخل المؤسسة. في خدمات أخرى بتهتم بها الوزارة جدا اللي هي خدمات الوعي المجتمعي، ما بنسيبش كده الأولاد برضه دور رعاية لازم يكون في وعي مجتمعي كمان، وخاصة وسائل الإعلام، وده ظهر في الفترة الأخيرة، يعني تدخلات حضراتكم معانا ودعمكم لينا أظهر جوانب جيدة جدا بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وخاصة الأطفال الموجودة بالمؤسسات. على جانب آخر الحضانات، الوزارة أنشأت 1000 حضانة دلوقتي، و 1000 حضانة دول بيستوعبوا 68,000 طفل. دربت ميسرات للحضانات كمان. دربنا 2500 ميسره. البنيه التحتيه للطفل دي مهمه جدا بالنسبه لنا، اللي هو السن من زيرو لحد 4 سنوات، ده ازاي ننشا الطفل تنشئه ايجابيه. بننمي عنده الحس الوطني، بنعمل عمليه ربط بينه وبين المجتمع اللي احنا عايشين فيه. الوزاره فعلا بتقدم مجموعه من الخدمات، ممكن يكون ده على سبيل المثال وليس الحصر. حضرتك يعني الحمد لله رب العالمين في اتجاه جيد جدا يعني. احنا شايفين ان الاطفال اللي كان يطلق عليها اطفال الشوارع هي قلت الحقيقه بصوره كبيره، بس احنا عايزينها تنتهي يعني بنسبه تصل بنسبه 0%. امتى يحصل ده؟ في الحقيقه الوزاره شغاله على هذا المحور بقوه جدا، عمليه تجفيف منابع هؤلاء الاطفال المتواجدين في الشارع. ومنع استغلالهم في التسول، يعني اهاليهم احيانا بيستخدموهم في التسول وده الحقيقه غير لائق ابدا. ده بالتاكيد حضرتك، ده بالتاكيد. الوزاره عامله دلوقتي فرق تدخل سريع، في تغطيه قضائيه، في وحدات متنقله بتجوب الشوارع. لو لقت حاله من الحالات دي بتقدر تتعامل معاه، تقدر تدمجه في اسرته الطبيعيه ان امكن، ما امكنش بتدعم احدى دور الرعايه الاجتماعيه. طب الاسره محتاجه دعم مادي او دعم معنوي علشان تقدر تستقبل ابنها وتقدر تتكفل بيه، بنعمل ده من خلال التوعيه اللي بتعملها الوزاره. هل بيبقى في ايوه بالنسبه للتوعيه، انا كنت لسه هسال حضرتك دلوقتي، التوعيه المستمره دي بتوجه لمين؟ هل لاولياء الامور ولا مين بالظبط؟
حضرتك التوعية بتوجه بشكل مستمر وممنهجة سياسة متبعة الوزارة في الوقت الحالي من خلال البرامج التدريبية اللي بتعملها لأولياء الأمور، من خلال النشرات المستمرة اللي بتبعتها الوزارة عبر وسائل الإعلام المختلفة. لا، في طفرة قوية جدا تحت قيادة فخامة الرئيس وتحت رئاسة مع الوزيرة نبيل قباش. حضرتك شايفة الوزارة بقى لها شكل تاني ولها لون تاني ولها طعم تاني. إيه ضمان عدم استغلال الأطفال في أعمال بتكون طبعا غير لائقة بمرحلتهم العمرية؟ لأن ده طبعا إحنا النهاردة بنحتفل باليوم العالمي للطفل، وده عالميا الحقيقة بيدق ناقوس الخطر على استغلال الأطفال في بعض الأعمال التي لا تتناسب مع مرحلتهم العمرية. لسه لغاية دلوقتي في برضو بعض الأطفال اللي بيتم استغلالهم، إزاي بيتم القضاء على هذا الموضوع؟ وحضرتك دلوقتي احنا يعني في قوانين سنت واصدرت لمجابهه هذا النوع من الاستغلال، زي مثلا الاتجار بالبشر. في قوانين سنت لهذا الامر. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا عاملين مركز في القليوبيه خاصه بضحايا الاتجار بالبشر وضحايا العنف، وعندنا مراكز تختص بهذا الامر. اذا كان في حاله معرضه للعنف او في شبهه اتجار، فالإجراءات القانونية بتتخذ في هذا الشأن وبنتعامل معها. طيب فيما يخص القوانين الخاصة بمنع ختان الإناث والقوانين الأخرى التي بتجرم كل ما يمس حقوق الأطفال، إحنا ماشيين فيها لغاية فين؟ حضرتك إحنا متقدمين فيها جدا، والمجلس القومي للأمم والطفولة شغال على المحور ده كويس جدا، والوزارة شغالة برضه على المحور، على نفس المحور. في استراتيجية إن شاء الله هتطلق فترة قريبة تتضمن هذه البنود، وفي قانون جديد اللي هو قانون الرعايه البديله برضه هيتضمن مجموعه من الامتيازات لاولياء الاطفال ومجموعه من الاجراءات الاحترازيه او الاجراءات التدابير اللي بتعالج هذه القضيه. دور الوزاره في تقديم الدعم لبعض الاطفال اللي هي فاتها التعليم مثلا، سنها كبر بس محتاجه انها بقى تكمل بعد كده، طبعا المجتمع لازم ان هو يحتضنها، هل الوزاره بتقوم بدور في هذا الموضوع؟ عندنا محورين شغالين عليهم، اللي هي المدرسة المجتمعية والمدرسة ذات الفصل الواحد وفصول محو الأمية إن أمكن. فإحنا شغالين برضو على المحاور ديت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة لكبار محو الأمية. نعم، بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمود شعبان، مدير الإدارة العامة للأسرة والطفل بوزارة التضامن الاجتماعي على هذه الإيضاحات.